اكيد فيها دفع وفيها بينالتي دفع بعيد اللي اصل حسب اللي بعدها. انت قلت زي ما انت قلت يا كابتن في تعليقك مفيش داعي تخلي النتيجه يبقى ليها تاثير على قرار على قرار. عارف الكره دي لو قبل الهدف كان اتحسب وهو بيجري سبرنت يعني عامل يا سلام سبرنت وكان بس دفع الشرطه انا الحاله دي خدتها من كابتن جمال غندور يعني انا بستفيد جدا منه فقال لك انه ده بسبب النتيجه بقت كذا هو 1-0 والكوره بعد الهدف على طول بدقيقتين ثلاثه فقال لك مفيش داعي انا برضو تغيير الحكم ادي الكوره اللي انت بتتكلم عليها انا عايزها من اولها ده اللي احنا كنا بنقوله يا كابتن استغلال الحاجه اسمها الهجوم الخاطف اللي هو بيستغل طبعا التمركز والضيق المساحات لازم تستغل بعد كده الكاونتر اتاكس وانت بتدافع هنا الكره اتقطعت عند حسام عاشور لو رجعناها من الاول خالص لا دي بتاعت دي فرق السرعات اللي كان بيتكلم فيه محمد يوسف وهم نجحوا فيه لحد كبير جدا في التكتيك بتاعه الا انه فشل انا عايز اسالك كلاعب كوره انا قلت احساسي ان هو كان عايز يحطها لوب في الاول لانه ضرب بعينيه شاف احمد سعد متقدم فقال احطها وبعدين لقاها كده سهله فقال احطها كده فمن ما بين التفكير ده جت بالشكل ده تفسير ده وارد انما في الاخر خالص في نهايه الموقف